السلام عليكم المتتبعين الأفاضل والمتتبعات الفاضلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم المازيغنين وتيمازيغين، إريفيين تيريفيين، ماني مهجم، نتمنى إن شاء الله تيرين بخير وعلى خير والصحة أتيري مليح إن شاء الله يا رب العالمين. كنشكر الجميع، شكرا على اللي التحق القناة ديالي جديد، كنشكركم. ديروا لي لايك، دعموني بلي لايك، بارتجيو القناة واشتركوا باش يوصلكم الجديد طبعا فضلا وليس أمرا، وجزاكم الله الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. هذا النهار جيت نشارك معكم واحد، نعود لكم واحد القصة وقعت لي، واحد تجربة شخصية وقعت لي أنا. دائما كما كنقولوا اللي صدق الله سبحانه وتعالى كيصدقه، وصدق الله سبحانه وتعالى يصدقك. هاد القصة وقعت لي ملي كنت كنقرأ في الجامعة، ملي كنت كنقرأ في الجامعة كنت كنقرأ في فاس، وبالضبط في كلية الشريعة والقانون. المهم كتعرفوا الإنسان اللي كيمشي للجامعة أول مرة يعني ما كيكونش عارف بزاف ديال الحوايج، منها كيتعلم، من بينهم أجواء الامتحانات اللي كيكونوا جداد علينا وكيكونوا شوية يعني الخلعة وبزاف ديال الحوايج. المهم ما علينا، أنا قريت، كنا كندوزو الكتابي وكنا كندوزو الشفوي. المهم داز العام الأول الحمد لله بسلام، وبالضبط في العام الثاني اللي غادي توقع ليا هاد القصة اللي غادي نشارك معكم. كما قلت يعني لقيت الأجواء مختلفة في الجامعة طبعا، ماشي بحال الإعدادي وماشي بحال الثانوي، خاصة في كلية الشريعة اللي كتكون فيها يعني الدروس يعني المواد الإسلامية أكثر، يعني كتلقى على طول العام واحد الحالة، وكتلقى في الامتحانات الناس كيتبدلوا عليك خاصة البنات، ماشي كل شيء ولكن البعض يعني من بينهم. حتى أنا كنت متبرجة، ما كنتش كندير الفولارة ديالي. كنلقى في نهار الامتحان كنلقى يعني البنات اللي كنت كنعرفهم ما كنعقلهمش، يعني كيكونوا في واحد الحالة. نهار الامتحان كنلقاهم في واحد الحالة أخرى، الجلابة الفولارة، يعني ما كنفهمش علاش. المهم صافي يعني، ولكن تفسر الغموض صافي. وكما قلت في السنة الثانية ملي جينا الامتحان ديال الشفوي، طبعا كندوزو الكتابي، اللي داز في الكتابي كيبريباري واحد الشهر وكيمشي كيدوز الشفوي. ملي دوزنا الشفاوي واحد الأستاذ الله يذكره بخير، والله يرحمه سواء كان حيا أو ميتا، قالوا لي البنات طبعا في الحي الجامعي والبنات اللي كنقراو معاهم واللي سبقونا واللي يعني قبل منا، كيقولوا أن هذاك الأستاذ ديال المادة، واحد المادة ديال الشفاوي، إلا ما دخلتيش عنده دايرة الجلابة والفولارة راه واخا تجاوبي كل شيء صحيح ما كيعطيكش النقطه. مهم حنا انا كنت عاد جديده يعني السنه الثانيه، طبعا مين كنسمعوا هاد الهضره راه كنتخلعوا، ما كنتخلعوا، كل شيء كيقول لك لا، مادام كما قلت انا ما كنتش كندير الدره ديالي، كنلبس اللباس ديالي العادي ولكن ما كنديرش الدره، وطبعا ما عنديش تما الجلال، مشيت نقرا ما داياش معايا الجلال، ديت معايا الكسوه اللي كنلبس العاديه، كساوي سراول الشوميزات عادي بحال الناس كاملين صافي. والمهم طبعا ملي كنسمعات اي واحد يسمع هاد الهضره راه شويه في خاطرو يتهز ويقول اش غادي ندير. المهم كيلعب داكشي شويه على النفسيه، خاصه الامتحان وكتستنى النجاح، يعني ما كتستناش كتستنى المهم تجيب واحد الخبر زوين للعائلة ديالك وخاصة الوالدين، يعني باش تقول لهم نجحت، ماشي مشيت درت يعني واحد المادة اللي سقطتني مثلا على الفولارة ولا على شي حاجة.
المهم صافي بداو كل شيء. البنات كيقولوا لنا اللي ما كيديروش الفولارات، طبعا كانوا الاخوات اللي كيديروا الفولارات تبارك الله عليهم، هادوك ما كيقولوش، ولكن الاخرين اللي متبرجات كيقولوا لك لا، عندك تدخلي عند هذاك الاستاذ، راه عند تجربه اللي دازو من هنايا، راه اللي دخلت عنده بلا فولاره وبلا جلابه، واخا تجاوب ما يعطيهاش النقطه ديالها ويسقطها. طبعا كما قلت لكم الواحد كيخاف، كيقول صافي نسقط نضيع كل شيء. وكانت الحفاظه الصراحه يعني كان عندنا لي بوليكوب كبارين، حفظ الاحاديث، حفظ الايات، حفظ المواد القانونيه بالفصول، المهم الحفاظه بزاف. ايوا المهم صافي في داك اللحظه منين قالوها لي كيقولوا لي لا خاصك خديجه ديري فولاره وديري الجلابه منين تمشي عند هذاك الاستاذ. المهم صافي قلت لهم صافي حتى يوصل ويحين الله. المهم صافي بدينا كنوجدوا كنحفظوا كنراجعوا المواد الشفويه. المهم قرب الامتحان ما بقى والو. صافي كانت واحد الصديقه ديالي مسكينه الله يذكرها بالخير، سميتها ملكة، كانت ساكنة في صفرو، قالت لي أنا نخلي لك الجلابة بحكم أنني أنا ما عنديش تما الجلابة، قالت لي أنا نخلي لك الجلابة، الفولارات راهم عندك اللي كتصلي بهم ديري فولارة. صافي كنقول لهم ما نعرف صافي، واخا كيقولوا لي لا عندك، عندك تمشي ديري شي حاجة، عندك تمشي بلا فولارة وبلا جلابة عندك الأستاذ. أصلا داك الأستاذ راه والله إلا الله يذكره بالخير، دار فينا الخير، حفظنا، قالنا اللي اصلا كان كيقول اللي يدخل عنده للشفوي خاصو يحفظ سوره ياسين وسوره الواقعه وسوره الملك، كاع سوره الواقعه وسوره الملك كنا قريناهم من الابتدائي يعني كنا حافظينهم، ولكن الحمد لله دار فينا الخير اننا حفظنا سوره ياسين جزاه الله خيرا عنا جميعا ان شاء الله. ايوا كما قلت لكم بديت كنفكر انا مع راسي كنقول انا دابا واش غادي نكذب على سيدي ربي؟ الاستاذ راه استاذ حتى هو بشر بحالي بحالو، واش انا غادي نخلي الله سبحانه وتعالى اللي خلقني وما كنديرش الدري يعني نستهن بالله ونمشي نديرها على قبل استاذ؟ يعني ما دخلت ليش للراس والو، عييت زعما عياو معايا البنات، هذه المهمه بغاتش تدخل ليا انا الراس انني نخضع الله ونخلي يعني نخلي الله سبحانه وتعالى ونمشي نخدع الاستاذ ندير الفولارة باش يعطيني النقطة، باش إلا جاوب تعطيني النقطة زوينة ديالي اللي نستاهل. المهم بديت كنفكر طبعا هاد الشيء راه خصو مجاهدة النفس، راه النفس الضعيفة دغيا نقول لا صافي جيت ندير فولارة دغيا والجلابة يمشي يدوز صافي ندوز نقضي الغرض ديالي والله يعاون. المهم بقيت هكا كنفكر ما دخلت ليش للراس أنني أنا ندخل عند الأستاذ بالفولارة وأنا ما كنديرش الفولارة والجلابه. عييت ما نفكر. المهم حيت الحمد لله صدقت الله والله صدقني الحمد لله، صافي قلت والله ما ندير هاد الفناره ولا هاد الجلابه اللي غادي نخدع بها الله سبحانه وتعالى، ونخلي الله سبحانه وتعالى اللي خلقني ونمشي انا نمثل على الاستاذ الدور انني كندير فناره وكندير جلابه، زعما عطيني النقطه. قلت والله ما نديرها. مهم ما قديتش نديرها. صافي وصل نهار الامتحان، صافي مشيت مع البنات، كنا كنمشيو من الحي الجامعي مجموعين كنخرجوا كنستناو تما الطوبيس، كلشي كيقول لي شنو عندك الماده هذا النهار، كنقول لهم هالماده بغي علاش جيتي هكا راه ما غاديش يعطيك النقطه هادي. مهم صافي كنسكتوا، صافي كنقول لهم خليتها في يد الله، ما عندي ما نقول لهم لانني انا عارفه، المهم انا دايره الامل الثقه ديالي في الله وما بغيتش انا نخدع راسي ونخدع الله ونخدع الاستاذ. صافي مشيت وصلنا تما الجامعه، بدينا كندخلوا بالصفوف يعني كيدير الجروب فيه ثلاثه ديال ولا أربعة على حساب اللائحة. وشنو قالوا لي عاود تما منين وصلت؟ ما تدخليش في الجروب اللي فيه الدراري راه ما كيبغيش الأستاذ. قلت لهم إلا الأستاذ ما كيبغيش الجروب إلا تدخلي الجروب اللي فيه الدراري راه هو يجزء، هو عنده لا ليست
يدير الفئه ديال البنات بوحدهم، يدير الدراري بوحدهم. اما هو كيقول لنا دخلوا اربعه اربعه، وانا جيت مع الدراري كي غادي ندير؟ المهم صافي، ما بغيتش نبعت لواحد البلاصه اللي بقيت كنستنى النوبه ديالي، ما بغيتش نعمر راسي بالهضره ديال هذا كيقول منا هذا كيقول منا هذا كيقول منا. صافي بغيت ندير اللي قال لي راسي، وبغيت نصدق الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم. صافي ملي وصلت النوبه عيط لنا، كيعيط للارقام، دخلنا جوج بنات وجوج دراري، طرح علينا الاسئله، جاوبنا، خرجنا، عطانا النقطه ديالنا ونجحنا ولله الحمد. ما قالنا في الرفونارة ولا في الرجلابة ولا هادي ولا هادي ولا حتى حاجة من هاد الكلام اللي كانوا كيقولوا لنا، وكانوا كيقولوا لي، قالوا لي راه الأستاذ هذاك، الأستاذ مش حال من وحدة جرى عليها، قال لها سيري خرجي عليا لهاد الحالة. يمكن كانوا كيدخلوا عنده بشي حال الله أعلم، ولكن الإنسان دائما، أنا شنو خديت من هاد التجربة الشخصية اللي وقعت لي، أنه منين كنصدق الله سبحانه وتعالى كيصدقنا. إيوا الحمد لله داز الوقت، كملنا الجامعة ديالنا وحن الله ودرنا الفولارة ديالنا ولله الحمد. إيوا هنايا كنوصل معكم النهاية ديال هاد الحكاية ولا هاد يعني التجربة ديالي الشخصية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.